إني على يقين من أن أحد المشكلات الرئيسية التي تؤرق صانعي القرار في مصر هي تفشي ظاهرة القرصنة والتزوير في مجال صناعة الكتابة، والتي تؤدي إلى تكبيد دور النشر في مصر خسائر تقدر بملايين الجنيهات، وباتت تهدد هذه الصناعة بالزوال، والتي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد المصري. وعلى الرغم من تجريم القانون لتزوير الكتب بكافة أشكاله لما فيه من تعدي على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين والمؤلفين وحقوق الناشرين ودور النشر وزيادة عدد الحملات الأمنية التي تشنها الشرطة لإغلاق مصانع تزوير الكتب، إلا أن ظاهرة انتشار هذه النوعية من الكتب تتزايد يوما بعد يوم، ويزداد الإقبال على شراء هذه النوعية من الكتب نظرا لانتشارها وثمنها الزائد. إن هذه المشكلة القومية كما أن لها أبعادا وأسبابا اجتماعية واقتصادية، فإن هناك تحديات قانونية تواجه إنفاذ الحماية القانونية المقررة بصورة كاملة وعلى نحو فعال، وهذه الإشكاليات سوف تكون موضوع مناقشتنا الدائرة اليوم بين قضاتنا الأجلاء والسادة المحاضرين الضيوف المصريين والفرنسيين، ونحن نتوجه بالشكر لهم على مشاركتهم لنا في هذه الندوة.